لقيت ال cutting tool، هننزل اسلاك عشان نكون فتحنا اول جزء من الباب. ننزل هنا ونكسر دي ونقطع السلك التاني وكده يكون فكنا ده. يتبقى البادلوك والكود والماستر كي وهامر. طبعا احنا هنا فتحنا كل حاجة، ناقصنا الكود، وما شاء الله لنا كود. هات كود ويا رب. وفتحنا الكود وبس، ده كان الكود بتاعنا النهاردة. سلام.